هاكم شتو خاوتنا بعينيكم وتأكدوا بالخبر اللي كنا تما في قلب الحدث، وكاين عدد من الضحايا، كاين 5 موتى لحد الآن، كاين عدد من الضحايا 10 من الضحايا، وإن شاء الله تكون فيها خير على خير، والله يرحم اللي ماتوا، والله يصبر داويهم ويعطيهم الصبر والسلوان، وربي يرزقهم الجنة إن شاء الله، واللي نجرحوا كلش ربي إن شاء الله يقدرهم وخلاص. هذا ما كان واش حبيت نقوله، هذا ما قدر نقوله فوق هادشي سبون. Thank you.
صافا سلامات صاحبي. الحمد لله يا عبد. شي هي لافبي خويا العزيز، ما سحقيتش باش تمد لي ترخيص ولا ما تمديش ترخيص خويا العزيز، هادي تسمى تغطية خويا العزيز، اوكي؟ ولو كان حبوا هكذا كان التلفزيون العمومي كان يدير لك التغطية، ماشي انا اللي نوصيها لك خويا العزيز. نسأل الله حسن الخاتمة، هذا ما كان ربي يرحم موتى المسلمين، ربي يرحمهم ويصبرهم ويلهم داويهم الصبر والسلوان، واللي نجاو حوا ربي ان شاء الله يشافيهم. هذا ما كان ني بلوس ني موا. امل كوكود كلامك صواب اختي الكريمه، لو كان مديهم ستاد سان جويي ما لحقناش لهاد الشيء، مي بون قدر الله ما شاء فعل. هذا ما كان ربي يرحمهم ويصبر اهلهم ويلهم داويهم الصبر والاحسان. هذا ما كان ني بلوس ني موا. نينا وينا كلامك صواب اختي كيما، ما قدر الله ما شاء فعل، كل واحد ينكتب له ربي الموت تاعو. هذا ما كان اختي. ايناس نسيم كلامك صواب اختي الكريمه، عيب وعار كبير، عيب وعار كبير الناس اللي تشفى في الموت. كاين ثلاثه حاجات ولا اربع حاجات ما يستشفوش فيهم، الفقر المرض الموت والحبس، هادو عيب نعدوك ما تستشفاش فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما كان رشيد عراق حفظك الله بلا مزيه يا خويا العزيز، الزهاري جاري حفظك الله الله يخليك. امال اماري مخلطين اختي مخلطين، كاين بنات ودراري. عربي حمد الله شكرا على واجب خويا، هذا هو واجبنا كاعلام بديل، انا هنا باش نقرا لكم الاحداث اخي الكريم. هذا ما كان باهي باهي، اطلبوا الموتاكم وموت المسلمين حسن الخاتمه. هذا ما كان لا شماته في الموت اوكي اخي العزيز. هذا ما كان الله يرحم الموتى ويشفي المصابين، كلمة كلام صواب خويا، حفظكم الله وسلام عليكم. وكان هذا هو البث تاع الضحايا، اطلبوا لهم الرحمة وطلبوا اللي مصابين اللي مازالهم مجروحين، اطلبوا لهم الشفاء العاجل والرحمة والصبر والسلوان لداويهم. السلام عليكم.